سيد الرئيس، السيد الوزير أكدت إحصائية حديثة زيادة مهولة وارتفاع مهول في التبادل التجاري بين الحكومة المغربية وحكومة الكيان الإسرائيلي. نسائلكم في شأن أسباب هذه الظاهرة المثيرة. شكرا. شكرا السيد النائب محترم، شكرا للفريق. ولن السيد النائب أكبر فيكم هذه الغيرة على حقوق الشعب الفلسطيني والتي نقتسمها جميعا كمغاربة. كما سبق وقلت في الجواب على الفريق الاشتراكي سابقا، بالنسبة للمملكة المغربية ليست هناك علاقة تجارية رسمية يعني بالمطلق مع بين المغرب والكيان الصهيوني، والمغرب ملتزم بقرارات الجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي، ولم يسبق لقطاع التجارة الخارجية أن سلم أي رخصة لا تصدير ولا استيراد من وإلى إسرائيل. وطبعا كما لا يخفى عليكم السيد النائب المحترم، لكل قاعدة شدودها وشوادها، فبالتالي كان هناك عدد ممن يخرجون على الإجماع داخل المجتمعات، هناك من يحاول تطبيع تحت السيطرة العلمية، هناك من يحاول فعل ذلك تحت السيطرة الثقافية، هناك من يفعل ذلك تحت السيطرة المجتمع المدني. كذلك على المستوى التجاري، المستوى التجاري عندنا جوج مستويات، مستوى ديال التهريب أنا تكلمت عليه لأنه كاين بعض البضائع تتسرب للأسف الشديد إلى السوق الداخلية، ثم هناك إحداث شركات مزدوجة في التراب الأوروبي بالأساس، عندنا مشكلة على المستوى أوروبا لطمس المصدر الأصلي والحصول على شهادة المنشأ الأوروبي وبالتالي نفاذ السوق المغربية. ومن هنا تأتي بطبيعة الحال الأهمية ديال الحركة التي تعرفها المجتمع المدني لفضح هذه التحركات. لكن الاستقراءات اللي عندنا يعني أن في حدود ما نعلم المبلغ لا يتجاوز بضع ملايين درهم يعني في كل هذه التسربات التي تحدثت عنها. شكرا سيدنا، شكرا سيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. شكرا سيد الوزير، الحقيقة مع كامل احترامي وتقديري لكم جوابكم تعلق بجزء من الحقيقة فقط، وفي تقديرنا المتواضع مسؤوليتكم لا تتحدد فقط في لا تطبيع الاقتصادي، بل مسؤوليتكم كحكومة هي في مناهضة التطبيع ومحاربة المطبعين. واسمحوا لي أن أؤكد لكم أن وثائق رسمية وإحصائيات رسمية أكدت أن المبادلات التجارية بين الكيان الصهيوني والمغرب شهدت ارتفاعا مهولا خلال سنة 2012 مقارنة مع السنة التي سبقتها، ارتفاع واردات المغرب من الكيان الصهيوني بحوالي 216% وارتفاع صادرات المغرب نحو الكيان الإسرائيلي 150%. السيد الوزير، هناك شركات إسرائيلية صهيونية عاملة في المغرب ومعروفة، شركة زيماك بالدار البيضاء، وهي في الحقيقة فرع من فروع شركة زيم للملاحة الإسرائيلية، ويمكن لوزير لصديقكم ورفيقكم وزير التجهيز والنقل أن يعين حاويات مكتوب عليها اسم شركة زيم الإسرائيلية بميناء الدار البيضاء، وتساهم حكومة الكيان الإسرائيلي ب 48% في رأس مال هذه الشركة، وهي متخصصة في الملاحة وتؤمن رحلة منتظمة بين مدينة حيفا الفلسطينية وبرشلونة. شركة تهال وهي متخصصة في تكنولوجية الري الزراعي والتطهير ولها مشروع بن سليمان. شركة ريكافيم وهي في الشكل تبدو شركة إسبانية، وأما في الجوهر فإنها فرع لشركة تيتافيم الإسرائيلية متخصصة في التكنولوجيا الفلاحية. شركة سوبرومان شركة إسرائيلية متخصصة في شتاء الموز والطماطم عاملة في المغرب. شركة حيفا شيميكال متخصصة في الأسمدة ممتلة من طرف شركة مغربية تنشط بمنطقة سوس. شركة مارشيم الممتلة هي أيضا من طرف شركة مغربية تنشط هي الأخرى بمنطقة سوس. شركة تشيك بوينت الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيات وعلاقة الشركتين المغربية MTDS الموجودة بالرباط وشركة أنور تكنولوجي الموجودة بالدار البيضاء واضحة. شركة كروماجين شركة إسرائيلية عابرة للقارات متخصصة في سخانة الماء العاملة بالغاز وفي معدات الطاقة الشمسية، ويوجد مقرها بالدار البيضاء ومقرها معروف. شركة جي 4S وهي الشركة المتخصصة في الأمن والتي تقترف جرائم فظيعة ضد الشعب الفلسطيني وهي موجودة ومقرها موجود في العدد من المدن المغربية. السيد الوزير، فعالية المجتمع المدني راصرت رئيس الحكومة بتاريخ 2 أفريل في شخص مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين والعراق للاجتماع لعقد لدراسة هذه القضية وهذه الظاهرة دون جواب. المرصد المغربي لمناهضة التطبيع رفع مذكرة للحكومة دون جواب. مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق فلسطين والجمعية المغربية ومساندة الكفاح فلسطيني راصرت الحكومة في موضوع التطبيع
دون جواب. الصحافة تكتب التمور الإسرائيلية تغزو الأسواق المغربية وأناشد الشعب. انتهى الوقت سيد نائب. أرد على التعقيب سيد الوزير. شكرا سيد النائب. على كل حال السي البقالي فيما تفضلت به كل الشركات التي تحدثت عنها أحلت على تواجد ديالها في التراب الأوروبي، وأنا تكلمت على أن هناك شركات مزدوجة، وأنت تعلم أن هذه الشركات المزدوجة إذا كان لها المنشأ الأوروبي لا يمكن للمغرب عمليا أن يوقف منتجاتها. نحن عندنا مقتضيات ترتبط بمنظمة التجارة العالمية. ثم هذه الشركات سيد النائب على افتراض أنها موجودة راه كانت موجودة سابقا وأنت تعلم ذلك. المسألة الأخرى، أنا قلت واحد الكلام سي البقالي الله يجزيك بخير، هذا ليس مازال المزايدة. أنت تحدثت عن أرقام رسمية، أقول لك رسميا في النشرات مكتب الصرف ليس لنا علاقة مع الكيان الصهيوني بالبت والمطلق، لأنه إذا كانت هذه الشركات فعلا خص تكون تحويلات من الأموال المغربية إلى الأموال، وهذا الشيء ما موجود. ولكن أنا قلت مع ذلك أن هناك من يطبع يعني بالليل وبالنهار على المستوى التجاري، على المستوى الثقافي، على المستوى العلمي، وهذا الشيء علاش أنا قلت المجتمع المدني يجب أن يفضح هؤلاء المطبعين، لأنه كاين بعض الأمور اللي تدار بالليل، وهذا الشيء أنت عارف بأن داخلين في واحد العدد ديال الأطراف.